وللمزيد ينضم إلينا هاتفيا الأستاذة هند جلال، مديرة إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة. أستاذة هند، أرحب بك في البداية، وحدثينا عن هذه المبادرة، مبادرة أجل يوث التي أطلقتها مؤسسة حياة كريمة، الهدف منها وإلى أي مدى هي قادرة هذه المبادرة على تعزيز الوعي لدى الشباب؟ مساء الخير على حضراتكم. يمكن مبادرة أجاي يوث، يعني هي ده شعار بينطلق منه المحاور التدريبية والمحاور التوعوية لشباب المتطوعين وكمان طلاب الجامعات اللي بتعملها مؤسسة حياة كريمة. عايزة أوضح لحضرتك إن إحنا ما كانتش دي البداية، البداية بتاعتنا كانت من حوالي أكتر من 6 شهور، بداية مع التخطيط لخطة متكاملة لمؤسسة حياة كريمة علشان توعية وتدريب شبابنا الجامعيين على وجه الخصوص. بدأنا المبادرة دي بمبادرة وي سبورت أثناء فترة امتحانات الطلاب الماضية. نزلنا مع الطلاب، كنا بنقدم لهم دعم نفسي، وكنا بنقدم لهم بعض الهدايا والأدوات البسيطة اللي من ضمنها تقديم البرامج التدريبية لخطة مؤسسة حياة كريمة لصيف 2024. يمكن بداية أجايل يوث كانت بإطلاق مبادرة سفراء التكنولوجيا، واللي في نفس يوم انتهاء المرحلة الأولى منها وتخريج الدفعة الأولى كان عندنا بداية المعسكر التدريبي الأول لمؤسسة حياة كريمة اللي احنا كنا بنشوف التقرير بتاعه دلوقتي، مع بداية حاجات بتنتهي حاجات معينة، وبنفضل نتتابع خلال فترة الصيف كلها بحيث ان احنا نحقق الأهداف التكاملية التوعوية لمؤسسة حياة كريمة في خطتها للشباب في صيف 2024. بالنسبة للمعسكر على وجه الخصوص، كان هدفنا منه إعداد الكوادر التطوعية الشابة لمؤسسة حياة كريمة، مع إثقالها بالمهارات اللازمة علشان تكون في موضع مسؤولية صح، وفي موضع كمان شغل صح في القرى المخصصة بحياة كريمة، وكمان على مستوى المحافظة ككل. استهدفنا في المعسكر الحالي 160 شاب وشابة من أكتر من محافظة، من محافظات الدلتا وإقليم القاهرة الكبرى، وكنا حريصين جدا على تنوع الثقافات وتنوع المحافظات. كمان كنا حريصين ان يكون معانا متطوعين جدد ومتطوعين مؤسسة حياة كريمة اللي بقالهم اكتر من سنين مع المؤسسة، بحيث يتم دمج الخبرات ما بين الجداد والقدام، وكمان يتم دمج الخبرات ما بين المحافظات المختلفة. عظيم. تم اطلاق هذه المبادرة، وغدا نحتفل باليوم العالمي للشباب. في ظل هذا التزامن، تزامن الاحتفال باليوم العالمي للشباب وإطلاق هذه المبادرة، كيف ترين أستاذة هند اهتمام القيادة السياسية بالشباب والمترجم في اختيار عدد من الشباب كقادة في عدد من المراكز، وأيضا إطلاق العديد من مؤتمرات الشباب؟ طبعا اهتمام القيادة السياسية بالشباب وبتوعيتهم اهتمام بالغ جدا وواضح جدا، وده كمان اللي بينعكس على عمل كافة المؤسسات وكافة الوزارات المعنية. يمكن احنا كمان بنتميز ان احنا بنعمل كمظلة للوزارات، مش بس في الانشاءات ومش بس في البنية التحتية، لا كمان كمظلة في نشر الوعي الصحيح وتنمية السلوك الإيجابي ومحاربة المفاهيم المغلوطة. وده بيبقى واضح كمان ووضح في المعسكر بتاعنا، كنا مشاركين معانا وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومكتبة اسكندرية، وكان معانا أكتر من محور، ولم يقتصر فقط على المهارات، ولكن كان معانا مواضيع تدريبية زي إننا إزاي استخدم الحاجات الرقمية، وإزاي استخدم التكنولوجيا، وإزاي أوظف التكنولوجيا في حياتي المهنية كمان والشخصية. كمان كان عندنا محور مهم جدا، وهو محور دور مصر في القضية الفلسطينية ودور مؤسسة حياة كريمة في القضية الفلسطينية، وكمان تأثير القضية الفلسطينية على الأمن القومي المصري والمفاهيم المغلوطة. وكمان كان معانا محور كامل عن ريادة الأعمال، وبتستمر مؤسسة حياة كريمة في دعم الشباب. دي البداية بتاعتنا كانت برنامج سفراء التكنولوجيا ومعسكرات مؤسسة حياة كريمة، ولسه يعني مستمرين. لسه مستمرين بإذن الله في أكتر من محور وأكتر من معسكر، وكمان في احتفال اليوم العالمي للشباب غدا إن شاء الله هيتم إطلاق مبادرة جديدة. نعم، يعني العمل على عدد من المحاور في إطار تنمية الشباب. أنا بشكرك جدا الأستاذة هند جلال، مديرة إدارة التوعية بمؤسسة حياة كريمة.